رؤساء أمريكا إلى المملكة. عام 1945 اللقاء التاريخي بين الملك عبد العزيز آل سعود والرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت على متن الباشية الأمريكية كوينسي. عام 1974 الرئيس ريتشارد نيكسون. عام 1978 الرئيس جيمس جيمي كارتر. عام 1990 و 1992 الرئيس جورج بوش الأب. عام 1994 الرئيس ويليام بيل كلينتون. عام 2008 يناير عام 2008 في مايو الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش الابن. عام 2009 و 2014 و 2015 و 2016 الرئيس باراك أوباما. عام 2017 الرئيس دونالد ترامب. عام 2022 الرئيس جو بايدن. انفوغرافيك وكاتب عن السعودية.